انت تقول لي شرقي غربي وانا نقول لك انا جزائري. كيدو انت ديما تغني؟ ايه نغني على بلادي اللي نحبها بصهيونات. كاين اللي يقول جزائر وكاين اللي يقول جزائر، وشنو هي التسمية الصحيحة فيهم؟ كيدو على بالك باللي كاين تفسيرات بزاف لاسم الجزائر، منهم اللي يقول باللي معنى الجزائر هو جمع جزيرة أي مجموعة جزر، وكان في روايات أخرى يقولوا باللي تعني رقم 20، واعتمدوا في هذا على الأسطورة اللي تقول أنه هرقل فات مع رفاق التجار وكان عددهم 20، عجبهم موقع المدينة فقرروا يستقروا بها ويعمروها وسموها إيكوزيوم أي مدينة العشرين. وكان للظروف الطبيعية والتاريخية شأن كبير لهذه المدينة اللي سميت بعد ذلك بجزائر بني مزغنة نسبة إلى بني مزغنة، وهي قبيلة من صنهاج البربرية اللي يذكرها الرحالة والجغرافيون العرب بهذا الاسم. وهذه القبيلة وقتاش عاشت في المنطقة يا يونات؟ إيه هذه القبيلة يا كيدو حلت بهذه المنطقة عام 950 بقيادة بلوغين بن زيري اللي كان باباه يحكم بإمرة الخليفة الفاطمي المنصور، وهذا القائد عجبه موقع المدينة وعلى هذا خمم يعاود يبنيها على أنقاض المدينة الفينيقية إيكوزيوم، وأطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة نظرا لوجود 4 جزر صغيرة ماشي بعيدة عن ساحل البحر اللي قبل المدينة، ومن هذاك الوقت ولات اسمها الجزائر. فهمتك يا يونات فهمتك. وزاد علماء الجغرافيا المسلمين مثل ياقوت الحموي والإدريسي أكدوا هذا، لأنه الاسم في البداية كان يشمل فقط مدينة الجزائر، بصح العثمانيين هم اللي أطلقوا اسم الجزائر على كافة البلاد واللي اشتقوه من اسم العاصمة. ودرك هيا قولي يا كيدو وش هو أصل كلمة جزائر؟ أصل كلمة الجزائر هو تحريف للكلمة زائر اللي كانت تطلق على المنطقة أو دولة بني مزغنة اللي أسسها بلكين بن زيري، باختصار زيري زائر جزائر. وزيري اسم أمازيغي معناه ضوء القمر. شكرا ليك يا يونات على هذه المعلومات، و حبيت نهدي لك أغنية على بلادي. مليح هيا غني راني نسمع. بلادي أحبك فوق الظنون وأسجد بحبك في كل وادي.